السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أوفياء إخبارية التلفزيون الجزائري، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الظهيرة نقدمه لكم على المباشر على مدار ساعتين من الزمن، وعلى طاولة النقاش والتحليل جملة من الملفات والمواضيع. المستهل سيكون برصد آخر المستجدات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نرصد تطورات الأحداث من كافة الأبعاد والزوايا في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين. في ملفاتنا الوطنية وفي القطاع الفلاحي نرصد واقع القطاع بولاية الطارف، إمكانيات واعدة ومشاريع استثمارية في عدة شعب، منها شعب استراتيجية وأخرى شعب واعدة. ومن ولاية بشار مشاريع هامة لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، توفير مياه السقي الفلاحي وأيضا توفير المياه للقطاع الصناعي. واقع نقف أيضا في ملف آخر مع الشباب، نقف من ولاية عين دفلة مع أهم مشاريع قطاع الشباب والرياضة، مشاريع تستجيب لتطلعات شباب المنطقة وتحضيرات مكثفة لبطولة محلية ووطنية أيضا. ابقوا معنا مشاهدين لمتابعة تفاصيل هذه الملفات، أما الآن فالموعد يتجدد مع طائفة من الروبورتاجات من التي تعنى بالشأن المحلي. النشرة المحلية تقدمها لكم فتحية بالعالية بعد هذا الفاصل. حلية لنهار اليوم. بداية وضمن الجهود الرامية إلى فك العزلة عن المناطق النائية، شهدت ولاية عين الدفلة إطلاق العديد من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية والعينة من بلديتي العريب وبورشد. الموضوع لليندا مكي. هنا ببلدية بوراشد ولاية عين الدفلة، ورغم التضاريس الصعبة إلا أن جهود الدولة متواصلة لربط أزيد من 300 مسكن بالغاز الطبيعي. خطرات يكون البرد حتى يروح يجيب الغاز باه يشعلوه باه ولادو يدفعوا. النشيشة منطقة باردة معروفة بالبرودة تاعها، والحمد لله يا ربي، الحمد لله للدولة الجزائرية شافت لينا ودارت لنا الربط بالشبكة الغاز. وببلدية عريب ولتعزيز الهياكل التربوية استفاد قاطنوها من متوسطة البشير الإبراهيمي والتي دخلت حيز الخدمة. كنا في متوسطة ذات بناء جاهز وصلاحية تاعو انتهت، يعني كانت ظروف العمل صعبة، لكن اليوم بفضل هذا الصلح إن شاء الله التلاميذ سوف يلقون ظروف جيدة في التمدرس حتى في ناحية النقل، لأن المتوسطة القديمة كانت بعيدة نوعا ما على بعض الأحياء. بكري كانت بعيدة لينا ودوكا راهي قريبة للدار، وبكري كان الاكتظاظ، دوكا كاين المساحة وليت ساعة. راح تسهل علينا أمور كثيرة بزاف كنحن إداريين أو طاقم إداري وكذلك طاقم تربوي، تسهل علينا عملية أو تأدية المهام على أكمل وجه. اليوم نقف في ربوع ولاية عين دفلة، هذه الولاية المجاهدة، على مجهودات الدولة في كل المجالات. بدينا أولا بتدشين وإيصال الغاز الطبيعي إلى المساكن في شطر أول، عندنا كذلك مؤسسات تعليمية وما حازت عليه أولا من عناية، شفنا أننا تم تدشين أقسام توسعية، تم تدشين كذلك ووضع حيز الخدمة مطعم مدرسي، تدشين كذلك متوسطة. وبهذا تكون ولاية عين الدفلة قد قطعت أشواطا معتبرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن. في الحركية التنموية دائما شهدت بلدية حساسنة بولاية سعيدة، شهدت العديد من المشاريع تتعلق بإيصال الغاز إلى التجمعات السكنية وتزويد الساكنة بالماء الشروب لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدية النائية. الموضوع لسارة صاري.
بلدية السخونة التابعة لدائرة الحساسنة بسعيدة والتي تبعد عن مقر الولاية بتسعين كيلومتر تستفيد من ملحقة جديدة لضمان الاجتماعي، وكذا استفادت عدة قرى ومداشرة ومجمعات سكنية من شبكتي الغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب. كاين 15 ساكن ولا 20 ساكن راها ساكنة هنا، يوفرونا الغاز ووفرونا الطريق الماء الله يكثر خير الدولة. واش كنا مقبلنا في الشتاء؟ كنا مقبلنا فوق القانون في الشتاء، كنا الطريق مقرسة، احنا مقبلين الله قالب اللوطو ترسى كل شيء، كنا في حالة لا يشوفكم. كنا نروحوا لحساس ناس عيدة، هذه هي الفضلة. 80 كيلومتر، 80 مدة 80 ما هي سهلة، كبير صغير تخصك ورقة يلزم لك تروعي. نقصت لنا اليوم حياة في بلاصتها، هذا من فضل الله وفضل الدولة وإذا حيا الشهداء. أما ببلدية الحساسنة فقد تم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 100 وحدة سكنية بصيغة العمومية الإيجارية، وانطلاق مشروع جديد خاص بالتهيئة الحضرية لوسط المدينة. إنجاز بعض السكنات عمومية إيجارية، ربط سكنات المناطق النائية بشبكة مياه صالحة للشرب عبر خزانات في بمسافات كبيرة، أيضا إيصال الغاز الطبيعي للسكنات النائية، وضع الأساس لبناء 100 سكن عمومي إيجاري، بالإضافة إلى تزويد بعض الدواوير بالمياه الصالحة للشرب ودواوير أخرى بالغاز الطبيعي، وأيضا فيه عمليات تتعلق بإعادة التهيئة وأيضا فتح مرافق جديدة على مستوى بلديات نائية بلدية السخونة لتم فيه فتح فرع للضمان الاجتماعي. هذا راح يأخذ بين اعتبار احتياجات الساكنة اللي تبعد حوالي 90 كيلومتر على مقر الولاية. تتوزع مثل هذه المشاريع ذات التنمية المستدامة عبر كل البلديات والتي جاءت تلبية لطلب المواطن وتطلعاته. وفي إطار العملية الكبرى لتوزيع السكنات عبر كل ولايات الوطن، تزامنا والاحتفالات بسبعينية ثورة التحرير المجيدة، تم بولاية بويرة توزيع أكثر من 3700 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. الموضوع لربح زنتي. تدخل عائلة جلوط بولاية البويرة لأول مرة مسكنها الجديد في أجواء من البهجة والسرور بعد استلامها مفاتيح الشقة من قبل الوالي. يعطيكم صحة، نفرح مليح مليح كنا خص فرحهم. توران الحمد لله إما يوم ضغك إلى قين خدمة غدروس. راني فرحان مليح مليح. اليوم يزد. قدمنا على الوطن هذا وما زلنا نخدمه. نشكر السلطات الولائية اللي عاونونا. قطعت ولاية البويرة أشواطا متقدمة في مجال السكن، حيث أطلقت عملية كبرى بإسكان 3713 عائلة بمختلف الصيغ. قمنا اليوم بتوزيع 3713 وحدة سكنية على مختلف الصيغ، منها 517 سكن عمومي جاري، 138 سكن ترقوي مدعم، و 58 أديل، وعندنا والحنالة سكن ريفي الحصة الأسد بثعلاف مقرر استفادة. برامج سكنية من شأنها ضمان العيش الكريم وتحسين ظروف الحياة للمواطن. الموضوع كان للزميل وليد ربح زناتي. بولاية الوادي عرفت هي الأخرى أكبر عملية إسكان، حيث تم توزيع أزيد من 3100 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. الموضوع لمحمد العيد البهي. حصص سكنية بمختلف الصيغ بالوادي يستفيد منها المواطن عبر عدد من بلدية الولاية، وابتهاج كبير لدى المواطنين. فرحانة كيما عطيتوني الريفي، ربي فرحكم. الحمد لله اليوم عطتنا الدولة سكن الأبوجي، بارك الله فيها ونشكر الدولة الجزائرية. الحمد لله استفدت عنا. الحمد لله إني استفدت من سكن الريفي. تحية الجزائر. استفدت إعانة مالية واني فرحانة، معناها كي يكونوا من هكا معناها مع الشعب ويلبوا طلبات الشعب. الحمد لله رب العالمين، أنا مواطن استفدت من السكن من بلدية الطلب العربي، وبمناسبة أول نوفمبر نشكر السيد رئيس الجمهورية. الحمد لله يا ربي راني استفيدت سكن
والمعاقبه ان شاء الله اللي مازالوا ما استفادوش شيء. رويدا رويدا، تعمل الدولة على تحقيق المزيد من الرفاه للمواطنين. بمناسبة أول نوفمبر استفادت بلدية الطرفاوي بحوالي 140 حصة سكن ريفي، أما التحسيسات عندنا 240 وعندنا 196. انطلاق عملية توزيع هامة لمختلف الصيغ السكنية والمقدرة ب 3120 وحدة سكنية، منها 2500 إعانة موجهة للبناء الريفي عبر تراب الولاية، 600 إعانة مالية موجهة للتحسيسات الاجتماعية، 20 سكن عمومي إيجاري ببلدية الطلب العربي. ولاية الوادي عرفت عبر مختلف المناسبات الوطنية من سنة 2020 إلى سنة 2024 توزيع 2772 وحدة سكنية. هناك عدة مشاريع توجيه نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025 بخصوص برامج السكنية العمومية الإيجارية والسكن الريفي والتحسيسات الاجتماعية. ولاية الوادي التي تجسدت فيها العديد من المشاريع الإنمائية والاجتماعية تحظى بعدة برامج سكنية تنموية هامة ستتدعم بها بقية المناطق. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا لنهار اليوم. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، متواصلون إذن معكم ضمن ظهيرة اليوم بجملة من الملفات والمواضيع التي نطرحها للنقاش والتحليل. المستهل سيكون مع جديد الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الاحتلال الصهيوني ماض في تقتيل الفلسطينيين، قصف حصار وتجويع في شمال قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين. نستعرض جديد الوضع، مآلات التحركات الدبلوماسية الجزائرية بمجلس الأمن الدولي والتضامن المتواصل مع الفلسطينيين، خاصة عقب وصول البعثة الثانية من الأطباء الجزائريين إلى مدينة خان يونس. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أرحب بالمحلل السياسي الأستاذ رائد ناجي. أستاذ ناجي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. إذن أستاذ ناجي، شمال قطاع غزة يرزخ تحت مأساة حقيقية، قصف وتجويع وحصار مطبق، والاحتلال الإسرائيلي يرتكب كما قلت أسوأ وأبشع المجازر على الإطلاق في حق المدنيين. طبعا ربما مضى أكثر من شهر ونيف من الأيام على محاصرة مخيم جباليا وشمال قطاع غزة. الاحتلال منذ البداية انتهج طريقة معينة أن يدخل إلى غزة على طريقة تقطيع الأوصال شمال جنوب وسط، وبالتالي لكن فيما بعد كانت للمقاومة التفاف على خطة الاحتلال تماما، وبالتالي كبدت الاحتلال بشكل كبير جدا، حتى جعلت أن التحركات العسكرية لهذا الاحتلال أصبحت ما تسمى بالفاشلة التي لم تحقق أهدافها، وأصبحت انتقادات لاذعة لهذا الاحتلال أو على الأقل لنتنياهو ومجلسه العسكري على حد سواء. لكن الاحتلال أعاد النظر في خططه من أجل يعني حتى ألا تبقى، بمعنى آخر الذهاب إلى ما تسمى بالجرد أو التصفية إن سمت التعبير يعني، أو بل أن الاحتلال يعني في الترجمات الإنجليزية، وهذا يعني مؤشر سأعرج عليه عندكم، عندما قال the ending هو لم يقل مثلا liquidation أو settlement، أو قال ending يعني ending نهاية يعني، بل أنه بعض الترجمات التي ترجمت حتى من العبرية قالت elimination يعني بمعنى آخر المسح الكلي. فتلك المصطلحات يجب أن نتوقف عليهم، لأنه لأن كلا الكلمتين أو الترجمتين تتعلق بالتحديد بخطة هذا الاحتلال التي عدلت فيما بعد. خطة الاحتلال عندما بدأت المقاومة تلتف وتستطيع حتى من الناحية التقنية أن تلتف على خطة هذا الاحتلال وعدم إدراك الاحتلال لخطط المقاومة، لجأ إلى ثلاث خطط بتوازن واحد. الخطة الأولى هي ما سميت بخطة الجنرالات، وإن كان الاحتلال بداية أمره أنكرها جملة وتفصيلة، إلا أنه بعد فوز ترامب
بدأت وكأن الضوء الأخضر تسرب إلى داخل الاحتلال، وبالتالي بدأ يعلن عنها جهارا نهارا. وبالتالي خطة الجنرال تأتي في إطار التصفية الكلية ومنع يعني حتى الإبادة الكلية، على أساس أن الأمر أمر وجودي لا يحتمل أن يكون وجودية أخرى تناقض هذه الوجودية. وبالتالي الآن ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام في فلسفة العسكرية لهذا الاحتلال وفلسفة هذا الاحتلال الاستعلائية هي قضية المنع، يعني حتى لو كان منع الطعام أو الشراب أو كذا، وبالتالي يعني عدم تلبية أي حاجة من الحاجات الإنسانية للبقاء على الحياة، هذه أولا. النقطة الثانية هي المساواة بين الجميع، يعني لا فرق بين طفل أو شيخ أو امرأة أو حتى مقاتل أو حتى شاب أو غير ذلك، وبالتالي يصبح الجميع في أمام هدف واحد، أنه يعرض جيش الاحتلال كما يسمى الاحتلال إلى خطر محدق. أيضا النقطة الثالثة هو تحليل الجنود من أي أوامر أو أي ضوابط عسكرية بمعنى آخر، وبالتالي لأي جندي أن يفعل ما يشاء. ولهذا ربما رأينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنوع من السادية التي ربما لم تحصل في تاريخ البشرية، الجنود سادية مطلقة، تعذيب وتقتيل المدنيين والاعتداء عليهم داخل المخيمات. هذا كل أمر من أجل معاقبة الداخل الفلسطيني، معاقبة أهل الشمال. النقطة الثانية يعني أو الخطة للجنرالات البديلة هي خطة دالتا التي استعارها الاحتلال من 43 اليوم، والقائم على تطهير المنطقة ديموغرافيا وجغرافيا، وبالتالي اليوم الجانب الجغرافي يلعب دورا مهم جدا. وهذه الخطة لما طبقها بن غوريون 43 كانت من نتائجها الوخيمة على منطقتنا وبالتحديد على فلسطين، نزوح أكثر من مليون فلسطيني من أماكنهم، وطبعا المذابح المروعة كدير ياسين وغيرها من المذابح المروعة التي انتهجها الاحتلال. فاليوم إذن خطة الجنرالات تتوازى مع خطة دلت من أجل ماذا؟ من أجل في النهاية هو الهدف واحد، هو التصفية الوجودية. النقطة الثالثة هي إعادة الاحتلال، وبالتالي هم ثلاث خطط: إعادة احتلال المنطقة وإقامة المستوطنات داخل المنطقة. بمعنى آخر أن اليوم لا نتحدث ما بعد غزة كما كان يقول الاحتلال، وإنما هي مصطلحات يتشدق بها، وإنما اليوم الأمر يذهب باتجاه تصفية غزة نهائيا، وبالتالي نحن كأن الاحتلال بدأ يذهب بالاقتراب نحو، أو هكذا يقول، نحو نهاية أخرى. أنا باعتقاد نهاية أخرى لا تتعلق بوجود أي ناس أو أي سكان في غزة، وإنما أن تقصد تواجد الفلسطيني لا أعتقد من خلال إفراغ غزة. غزة، ونتحدث دائما عن شمال غزة أستاذ ناجي، تبدأ بالشمال لكن هو سينطلق باتجاه المربعات. هل يمكن القول اليوم أن جيش الاحتلال الصهيوني قد نجح إلى حد ما في تقسيم الشمال عن الجنوب، في محاولة إفراغ الشمال عن قضاء عن طريق إبادة من تبقى من سكان قطاع غزة داخل شمال قطاع غزة؟ هو جزئيا من حيث الإبادة نعم، أقول يعني بكل أسى أقول نعم، يعني من باب الواقع نعم إلى حد ما، لكن ما زالت على أرض الواقع في معادلات أخرى يعني تفرض، يعني ما زالت المقاومة يعني إلى هذه اللحظة حتى ولو يتم استهداف جندي واحد، معناه يعني هذا أن المقاومة زالت قائمة في داخل قطاع غزة. ما هي مؤشرات ذلك اليوم؟ مؤشرات إفشال المقاومة لهذه الخطة للاحتلال الصهيوني بهدف التفريغ النهائي لشمال غزة من أهله؟ طبعا هو الحقيقة الكثير من المؤشرات. المؤشر أولا أنه ما زالت إلى يومنا هذا المقاومة تخرج من داخل شمال غزة وفي المناطق المحاصرة وتقوم بتكبيد الاحتلال خسائر كبيرة، بل كمائن عجيبة. يعني بالأول أمس هناك يعني كاتبة صحفية انفجرت على الهواء لدى الاحتلال على خلال مقابلة، قالوا عن ماذا تتحدث؟ الاقتصاد؟ ماذا تتحدث؟ عن أكثر من 10,000 جندي زرتهم مبتوري الأطراف، يعني هذه تتحدث، يعني إذا بدأت تظهر حقائق أخرى، فهذا يؤكد على أن المقاومة مستمرة. النقطة الثالثة أن الاحتلال ما كان يعلنه في كل مرة عن قتل وعن تدمير، تأتي المقاومة فتفشل هذه نشوة الانتصار على الاحتلال. النقطة الثالثة الحسم النهائي، الاحتلال بذاته منهم حتى الذي تمت إقالته جالانت يقول أننا كنا نختلف وأننا لم نحسم. يعني الحسم ما معنى؟ هو الإطباق الكلي والسيطرة الكاملة. إلى هذه اللحظة الاحتلال لم يصرح على الإطلاق بأنه أحكم أحكاما مطلقا أو مطبقا على هذه المنطقة، بل أنه قال أنه يتقدم
في تحقيق أهدافها، هكذا قال، ولم نجد مؤشرات الإطباق، يعني معنى آخر إذن المقاومة ما زالت موجودة. النقطة الثالثة، رغم القتل والتعذيب والتنكيل بالأهالي في تلك المنطقة في شمال غزة، إلا أن الكثير على الأقل أكثر من 80,000 ما زالوا على الأقل متشبثين كشجر الزيتون في داخل هذه الأرض تشبثا كاملا، لم تثنيهم هذا القتل ولم يتركوا هذه البيوت، وبالتالي يرفضون النكبة الأخرى. النقطة الرابعة هو الوعي بدرجة أولى، لإذ أن اليوم الشعب الفلسطيني مدركا تماما للمآلات القادمة، فيعتبرون أن الوجود الفلسطيني أو التواجد الفلسطيني والتشبث في مناطقهم هو ربما أفضل خيار، حتى الصمود نعم الصمود وإن كلفهم الشهادة، وخاصة في ظل تهاوي المنطقة العربية، يعني خاصة المحيطة بفلسطين وربما من يعني منطقة الخليج تهاوي ذريع جدا اليوم، وبالتالي بدأت تظهر مؤشرات أخرى، يعني حسب ما أصدرتها مراكز البحث الأمريكية وحتى في داخل الاحتلال، عن ما سيكون مآلات القراءة السابقة أو ما يطرح تحت الفيرولوجي على كل حال. لكن في النهاية أنه المؤشرات المقاومة الصمود ما زالت على ذي الأرض حتى هذه اللحظة، ولكن إلى متى يمكن الصمود هذا؟ يعني طبعا لا يمكن التكهن به، لأنه الآن يعني تقريبا أصبحنا نتكلم اليوم عن استراتيجيات ما تسمى بالمفاجأة والفجأة، وبالتالي لا يمكن اليوم ما يعني لا يمكن يعني استدراك ما يمكن. لكن باعتقادي إذا بقي هذا الدعم اللامشروط للاحتلال بهذه الطريقة مع وصول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعم توجه النهاية الفلسطينية بصفقة القرن، مع ظل تواطؤ معين من القريب والجار والشقيق وغير ذلك، باعتقاد أن لهذا الصمود أجل وزمن معين بكل صراحة، يجب أن نعترف بهذا الكلام. فإلا أن تبقى في النهاية تدخل عناية الله وتدارك عناية الله كما تداركت يونس في بطن الحوت وغيره. وإلى الصمود الفلسطيني نتحدث أيضا عن موقف الجزائر الدائم خلال تدخله في هذا الأسبوع بمجلس الأمن في اجتماع بطلب من الجزائر، سلوفينيا وسويسرا لمناقشة كارثة المجاعة التي تهدد سكان شمال غزة. دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع إلى ضرورة اعتماد وبشكل فوري القرار المقترح من الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن للحد من هذه الكارثة الإنسانية، مشيرا إلى الهدف وراء نشر هذه الكارثة أو تثبيتها، المجاعة والتقتيل، ألا وهو الإفراغ الكلي للشمال وتهجير السكان. هل سيؤثر هذا أيضا على الوضع اليوم، وهل سيكون رادعا أيضا من أجل إيقاف خطة الكيان الصهيوني؟ طبعا هو دائما أن أقول بأن الموقف الجزائري هو موقف المشرف، وسيكتب دائما وسيحفظ للأجيال يعني كتاريخ في ظل هذا الزمن وفي ظل هذه المكانية أو الزمكانية التي نعيشها اليوم، وفي هذا في ظل ما نراه ربما لا من ترامي وضعف وهوان. على كل نعم اليوم يعني هو منذ فترة طرحت قضية المجاعة بشكل كبير جدا في شمال غزة، وإن كانت غزة يعني ربما أعلنت عن مجاعتها ربما أكثر من ما يقرب 100 يوم، تقريبا من سنة وغزة تجوع، لأنه مؤخرا بعض الجمعيات الحقوقية وخاصة الأورو المتوسط أعلنت يعني مباشرة عن تقارير عن مجاعة حقيقية، وجب تدارك الوضع من أجل تدخل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية أحد فروع الأمم المتحدة والمنتظم الدولي التي كانت يجب أن تعلن ذلك، وبالتالي نذهب إلى مجلس الأمن، لكن حقيقة لم نسمع من منظمة الصحة العالمية، فجاءت الجزائر وأخذت هذا الدور على عاتقها، وطبعا هذا يحسب للجزائر بشكل كبير جدا حقيقة. ثم تطرح الجزائر موضوع المجاعة في داخل فلسطين، نعم هو الموضوع سيكون مؤثرا وسيستدعي تدخل دولا أخرى في المنطقة، إلا أن دائما هناك عائق، يعني أو على الأقل أنا أتكلم عن عائقين في هذا الموضوع. العائق الأول هو الفيتو الأمريكي، باعتقادي سيكون مشهرا في وجه أي قرار أو تدخل دولي، لأنه المجاعة تستدعي تدخل دول ومحاولات إنقاذ ودعم وإسناد ومساعدات غذائية ولوازم وطبية وغير ذلك من أجل إنقاذ السكان من هذه المجاعة طبعا. فبالتالي الاحتلال لن يسمح بدخول أي أحد إلى داخل قطاع غزة، وهو يعمل يعني بكل المستويات على إبعاد وتحييد حتى المنطقة العربية الملاصقة أو الدول المحيطة أو دول الجوار كما تسمى لفلسطين. فبالتالي الاحتلال سيقوم على عمل التالي، بعد الفيتو الأمريكي سيحاول محاولات الالتفاف على ذلك عن طريق يعني طبعا دعم قانوني من تلك الدول. مثلا على سبيل المثال الاحتلال بدأ يراوغ، ونعم يعني يحاول
أن يثبت للعالم بالأدلة بأنه لا توجد أي مجاعة وأنه سمح بالمساعدات، بل أن هناك تقارير في داخل الاحتلال تتحدث عن طلب أمريكي بضرورة إدخال المساعدات حتى لا تحرج الولايات المتحدة الأمريكية أمام ضميرها الإنساني. هذه مجاعة بالتالي، فيتم إدخال مجموعة من الشاحنات وبالتالي يتم الالتفاف على ما يتم طرحه من مشاريع سواء على مجلس الأمن أو حتى على أي هيئات أخرى لدى المنتظم الدولي. وبالتالي الاحتلال دائما يلعب على سياسة المراوغة والمناورة والتضليل. نعم، وبالتالي الآن فعلا هو بدأ حقيقة في هذا الأمر، بدأ محاولات الإدخال رغم أنه أحيانا يدخل ويتم بقصفها، لكنه في النهاية يقول أنه سمح ويقدم تقاريرا رسمية بأنه أدخلنا 100 شاحنة عن طريق كذا عن طريق المعبر الفلاني لتقديمها كأدلة أنه لا لم ينتهج المجاعة من باب التنوع والالتفاف، وستعتبر كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا في مجلس الأمن وبعض الدول ربما تلتحق بها بريطانيا في ركبها مثلا أو حتى فرنسا باتجاه الذهاب بأنه نعم تم إدخال، وبالتالي يتكلمون عن اللغة النظرية ولغة الأرقام النظرية ليست العملية على أرض الواقع من أجل طبعا الالتفاف. لكنه القرار لو مضى ما طرحته الجزائر لو مضى في سبيله القانوني وضمن ضمير إنساني حقيقي يعني يبحث عن الموضوع وعن مسببات الموضوع وعن أرض الواقع، نعم سيحدث فرقا كبيرا جدا في هذا الموضوع. ولو نتحدث عن محكمة العدل الدولية، هل نرتقب أيضا تحركا بعد مرور الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هنا نظر في هذا الرأي الاستشاري الذي أثبت مجددا وأكد أن التواجد الصهيوني بقطاع غزة هو احتلال وغير مشروع؟ نعم، هو الجمعية العمومية عادة لو عدنا واستقرأنا المرات التي أيدت فيها القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا هي مرات كثيرة جدا، ولعل آخر مرة عندما طرحت أو أعادت طلب الفلسطيني بدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة تقريبا 143 دولة صوتت لصالح القضية الفلسطينية في الجمعية العمومية، ولكن دائما نحن نستطيع أخذ قرارات، نستطيع أخذ تأييد كامل من الناحية القانونية، لكن على أرض الواقع دائما نفتقر إلى التنفيذي، وهذه يعني إشكالية اليوم الإشكالية والجدلية أنه كيف يمكن التنفيذ وما آليات تنفيذ مثل هذه القرارات أو مثل هذه الآراء على الداخل الفلسطيني. ربما هو أنه من ناحية دبلوماسية سيفسح المجال أمام بعض الدول اليوم إلى الاعتراف، إلى توسيع دائرة الاعتراف بالقضية الفلسطينية، ربما تندرج بعض دول الاتحاد الأوروبي يعني، وإن كانت بعضها قد أعلنت عن نيتها على الأقل وأنها ستقوم بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة، إلا أنه ربما تندرج في إدخال بعض الدول الأخرى. ولكن أنا أيضا يعني دائما أرى أنه في زاوية أخرى اليوم بأن ربما رئاسة ترامب يعني دائما ما كان يمارس الضغط في داخل هذا المنتظم الدولي، وأنه أقول أنه اليوم حتى ممارسة الضغط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون كبيرا لأنه العالم بدأ يمر في سياقات جديدة. نعود إلى وعود ترامب خلال حملته الانتخابية بإحلال السلم والأمن خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إنهاء الصراع بقطاع غزة، هل سيكون ذلك وفق رؤية مؤيدة لما تطرحه الإدارة الصهيونية؟ كيف سيكون مصير حل الدولتين في ظل ولاية ترامب المقبلة؟ ولا يمكن التكهن بحقيقة بأقوال ترامب إطلاقا ولا بتصريحاته، لأنه تغلب عليه مزاجية عالية جدا، فهو في ذات الحملة يعني مرتين ناقض نفسه، مرة قال بأنه سينهي هذا الموضوع وأنه سيضغط الاحتلال، في مرة أخرى قال أنه سيؤيد هذا الاحتلال، يعني في كلا المرتين تناقض كبير جدا. ربما لو عدنا إلى كيف صعد ترامب يعني يعطينا تفسيرا لمستقبل هذا الصراع وأين ستكون بوصلة ترامب أو الإدارة الأمريكية الجديدة. ترامب يعني كان يعني فجأة قفز بشكل كبير ووصل إلى سدة البيت الأبيض، لكن من الذين أيدوهم جماعة الإنجيليكانية وهي الكنيسة البروتستانتينية الصهيونية بالتحديد أو المسيحية الصهيونية، وبالتالي كانت إحدى الجمعيات الكبيرة التي دعمت ترامب، يعني طبعا إلى جانب المستقلين إلى جانب بدرجة أولى ربما رجال الأعمال أولون ماسك على رأسهم مثلا على افتخار. فبالتالي الجانب الاقتصادي بالنسبة يعني أنا باعتقادي مرتكزات ترامب ستدور في فلك ثلاثة أشياء لا أكثر ولا أقل. الفلك الأول هو ربما يخص هو يحتاج إلى جانب اقتصادي وإلى إرساء نوع من الاستقرار
السياسي من أجل الاقتصاد فقط على أكثر والأقل في منطقة الشرق الأوسط الذي يضمن المصالح الأمريكية فقط، يعني المصالح الأمريكية فقط وليست على أي مصلحة أخرى. يعني ترامب قد يذهب ويصالح إيران من أجل أن تحدث أي إشكالية مثلا في منطقة الخليج العربي وبالتالي ينهار الدولار، لأن ترامب يعي ما معنى الاقتصاد جيدا، هو رجل أعمال، فبالتالي ممكن. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية في زاوية أخرى أنا لا أرى ذلك، أنا أرى أن ترامب سيكمل مساره الذي بدأه في عودته الأولى. في العودة الأولى اتخذ ترامب ثلاث قرارات. القرار الأول هو قام بنقل السفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس. النقطة الثانية قام بشرعنة المستوطنات، بمعنى آخر اعتبار مناطق الضفة الغربية عبارة عن ماذا؟ عن شرعنة أو شرعية هذه التي أعطاهم. وهذا النقطة الثالثة هي صفقة القرن، وقال أنه بما أن المنطقة العربية كبيرة تستطيع أن تتسع الدول العربية لمجموعة من الفلسطينيين، وهذا كان الاتجاه الأول في اتجاه تصفية في القضية النهائية. اليوم ترامب لأنه قطع الشوط في هذا الموضوع، وطبعا كان عملية التطبيع يعني في نقطة الرابعة لترامب، يعني اليوم ترامب باعتقادي بما أنه ما زال هذا التأييد الكبير جدا هو سيخفف الوطأ باتجاه المسلمين الذين صوتون له في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليست خارجها، حتى نكونوا في تبيان أو على الأقل في توضيح في هذه النقطة. نعم هو أيده مجموعة المسلمين والعرب يعني في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفيما بعد عدل واحترمهم نوعا ما في أحد المقابلات وكذا، لأن هذا ربما يرجع إلى الداخل الأمريكي ليس إلى الخارج الأمريكي، يعني الأمريكي العربي أو العربي الأمريكي ليس كالعربي العربي في داخل المنطقة العربية. فأعود إلى القضية الفلسطينية باعتقادي أن ترامب اليوم حاسما في قضية تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، ويعتبر أن بؤرة الصراع هي فلسطين، وبالتالي يجب أن ينتهي الموضوع الفلسطيني، ويمكن للدول العربية من أجل العيش في سلام أن يتم استيعاب المجموعة الفلسطينية المتبقية، وبالتالي إبعاد الفلسطينيين وتسليمهم جنسياتهم. وطرحت في هذه الوثيقة طرحين، الطرح الأول كان في قضية أنه وضعهم في منطقة العربية، والمنطقة الثانية إعادة تجنيس الفلسطينيين المقيمين في كل في دولته، فكل في دولته يجنس حسب الدولة التي يقيم فيها. هذا المشروع الذي طرح اليوم. فباعتقاد ترامب الآن سيكمل هذا المسار، لأنه لم في برنامجه واختياراته لخمسة آلاف موظف الذي يسمح به القانون الأمريكي من كبار الإدارة الأمريكية، معظم هؤلاء الناس لا يوحي إطلاقا بأنه سينصف القضية الفلسطينية على الإطلاق. يعني بعض الشخصيات العكس تماما، تذهب باتجاه التصفية النهائية والتأييد المطلق للاحتلال. هذا الكلام ربما يؤيد ثلاث أمور من كلامي. الأول، رغم خلافه مع نتنياهو إلا أن نتنياهو كان أول المهنئين والمبتهجين بهذا الموضوع. النقطة الثانية هي تصريحات سموتريتش مثلا عندما قال إنني قمت بإعطاء أوامر في داخل في منطقة الضفة الغربية للتجهز. ما معنى التجهز؟ لإعلان منطقة الضفة الغربية لبسط السيطرة، السيطرة النهائية، وأصبحت يعني الضفة الغربية جزء جزء من كيان هذا الاحتلال أو إنتيتي كما تسمى باللغة الإنجليزية، وبالتالي إبعاد السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحديد. إذن هذا التهيؤ. النقطة الثالثة هي تشكيل لجنة في داخل هذا الاحتلال، هذا مهم جدا اليوم للنظر في كيفية بسط السيادة والإجراءات الأخرى بناء على شرعنة المستوطنات باعتبارها شرعية ونقلها. وهذه اللجنة تتحدث عن عدة أمور، يعني دعنا نوضح أن في منها لجنة قانونية، في منها لجنة الخرائط والديموغرافيا والجغرافيا، يعني لجنة متنوعة من كل الاختصاص. فهذا يوحي بأن هناك إشارة خضراء على الأقل أو ضوء أخضر للاحتلال اليوم لإنهاء على الأقل الضفة الغربية والضفة الغربية للانتقال إلى غزة إذا ما تم تصفية المقاومة في غزة. فبالتالي كل المؤشرات تذهب باتجاه يعني اليوم باتجاه هو التصفية. لكن قد تطرأ، يعني دائما لكن هذه الاستدراكية دائما أنا أطرحها، أنه قد تطرأ بعض ظروف تخلخل صحيح. المنطقة في الشرق الأوسط، خاصة المقاومة التي تكسر دائما شوكة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وبحقه أيضا في إقامة دولته المستقلة. طيب نعود إلى موقف الجزائر الآن الثابت دائما مع القضية الفلسطينية وتعزيزا لأواصر الأخوة والتضامن، وصول بعثة طبية ثانية جزائرية إلى مدينة خان يونس لتقديم الإسعافات والمساعدة الطبية. أستاذ ناجي، طبعا أولا أقول لو كل الدول فعلت ما تقوم به الجزائر بإرسال بعث طبية أو غير طبية لداخل قطاع غزة لكسر الحصار أولا، ولأيضا لأن الاحتلال لن يجرؤ على مس البعثات الطبية ولا البعثات للدول الأخرى يعني الدولية، يعني بشكل عام لن يجرؤ على مسها لأنه يعرف عواقب هذا الكلام، مدرك لهذا الموضوع. لو فعلت كل الدول ونحت على خطى الجزائر باعتقادي لكانت اليوم ربما حال أهلنا
أفضل بكثير جدا مما هم عليه. هذه أولا. النقطة الثانية، عندما تقوم الجزائر بالابتعاث في هذا الموضوع، يعني يجب أن يقرأ من أربع مناظير عن إنجاز التعبير في هذا الصدد. أولا، الجزائر عازمة على كسر الحصار ولو لوحدها، وهذا يحسب للجزائر أيضا، وأن الجزائر أيضا ترسل ببعثتها وتضمن لهم الحماية، هذا أيضا سيادة وقوة من الجزائر وتأكيد للموقف السيادي الجزائري الداخلي قبل ما نتحدث عن القضية الفلسطينية، فهذا يحسب أيضا للجزائر مرة ثانية. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا أنه من الجانب الإنساني والجانب الأخوي المتعلق بهذه العلاقة والوشائج الطيبة، بأن الجزائر ترسل هذه البعثات الطبية في أعز الأزمة، ونحن دائما نفتقد الخلان ونفتقد في الأزمات في حالات الفرح والبهجة الكل يكون حاضر، يعني والكل كما يقول في الجزائر يأتي إلى الزردة، لكن في حالات الحقيقة الضاغطة والشدائد تلك المواقف التي تظهر وتظهر معادن الرجال ومعادن الدول. اليوم عندما تحدث عن دول، وبالتالي الجزائر في أعز أزمة الشعب الفلسطيني، نجد الجزائر حاضرة في قطاع غزة ولم تتخلى عن مسؤوليتها. النقطة الأخرى هو ارتباط يعني القانوني، الجزائر تعرف تماما الوجهة القانونية الدولية وتعي القانونية بشكل كبير جدا، ودائما نتحدث عن التحركات بمجلس الأمن الدولي، نعم، عن تحرك الجزائر واستصدار المزيد من القرار بالفعل، حتى البعثات لديها في على الأقل المعركة الدبلوماسية من جهة، ومعركة التضامن وفضح جرائم الاحتلال أيضا من جهة ثانية. طبعا، لأنه الرواق القانوني هناك فيها مش من الرواق القانوني لهذه البعثات الدولية، فأيضا الجزائر تدرك هذا الوعي القانوني بشكل كبير جدا. والنقطة الأخرى هي الجانب التضامني، ليس فقط هو من جانب تضامني إنساني، وإنما حتى من الجانب السيكولوجي والبسيكولوجي لو ذهبنا في هذا المنظور. ولا أين، يعني أنا أعطيك فقط أمثلة، رأينا في البعثة السابقة التي ذهبت وعادت إلى الجزائر كيف استقبلت في غزة، يعني بعيدا عن التداوي، يعني كيف رأى يعني رجل يعني أو منطقة مغلقة جدا في ظل ضرب وقصف عشوائي، فيأتي زائر من خارج هذه المنطقة، يعني انظر هذه الحالة النفسية التي تكللها وشعر بها أهل غزة أنهم كم كانوا قريبين. ولعل هذا كان الاستقبال، ورأينا بعض في مواقع التواصل الاجتماعي، وسمعنا بعض تصريحات الأطباء عبر المحطات التلفزيونات الجزائرية بشكل عام عن كيفية استقبال الغزيين لهؤلاء، يعني كأنه شيء يعني جديد يعني. فبالتالي من الجانب النفسي وإعادة، خلينا نقول إعادة بعث روح، أو على الأقل زراعة الأمل في داخل نفوس في قطاع غزة. فبالتالي يعني مثل هذه البعثات الطبية حقيقة مضامينها متوسعة ومتعددة، وتشكر لها الجزائر وستكتب، يعني التاريخ يكتب هذه المواقف المشرفة ولن يهملها، لكن التاريخ يعني عذرا لن يكتب أي موقف متخاذل فيما بعد. صحيح صحيح، الجزائر دائما مع فلسطين ومع حق الشعب الفلسطيني أيضا في إقامة دولته المستقلة وفي إنهاء الاحتلال الصهيوني. أشكر جزيلا الأستاذ رائد ناجي المحلل السياسي على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. مشاهدينا ابقوا معنا، وصل معكم ملفات ظهيرة اليوم بعد هذا الفاصل. ما تاريخية التكافل في العالم الإسلامي بصفة عامة وفي السودان بصفة أخص؟ المذهب المالكي هو صالح لكل زمان ومكان، ويستوعب كل الأشياء التي كانت في العهد الأول، والأشياء التي حاضرة، والأشياء التي يمكن أن تأتي في المستقبل. والوكالة هي توكيل، أن توكل شخص آخر بإدارة شيء نيابة عنك، هذا هو عقد الوكالة. التجربة السودانية هي تجربة السودانيين في تكافلهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. لا دور لرأس المال في تجربة التكافل السودانية. ضيف الجزائر الأحد عند 11 ليلا على القناة 3 الإخبارية. فلاح الآن، تحقيق الأمن الغذائي باستغلال المقدرات الفلاحية لكل ولايات الوطن، تطوير شعبها الاستراتيجية، وبعث
الشعب الفلاحية الواعدة الخلاقة لمناصب الشغل وللقيمة المضافة من أهم مرتكزات القطاع الفلاحي بولاية طرف. توسيع المساحات المزروعة من القمح والشعير، تطوير شعبة إنتاج الطماطم وبعث صناعة تحويلية حقيقية، نقاط من بين أخرى أستعرضها للنقاش والتحليل مع ضيفي في هذا الملف رئيس الغرفة الفلاحية لولاية طرف السيد ساسي عبادلية الذي يلتحق بنا من المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري لولاية قسنطينة. سيد عبادلية مساء الخير وشكرا على قبول دعوة تلفزيون الجزائري. شكرا سيدتي الكريمة، شاكرا الدعوة، أمسية طيبة عطرة إلى كل من يتابع ويشاهد قناة الإخبارية الثالثة وخاصة برنامج الظاهرة. أهلا بك سيد عبادلية، إذن أبدأ معك مباشرة من صلب الموضوع، واقع القطاع الفلاحي بولاية الطرف، الشعب الفلاحية الاستراتيجية القمح والشعير، كيف هي انطلاقة هذا الموسم الفلاحي الجديد؟ شكرا مرة أخرى. بالنسبة لولاية الطرف، شعبة الحبوب على غرار العديد من الشعب التي تعرف طفرة نوعية ومنحا تصاعديا. كنا سابقا نقول أن ولاية الطرف ليست ولاية حبوبية، لكن الواقع يفرض نفسه، وولاية الطرف آنيا وحاليا أصبحت من الولايات المنتجة لهذه الشعبة الاستراتيجية الهامة واسعة الاستهلاك. بالنسبة لولاية الطرف، هذا الموسم سطرت برنامجا وفقا لما هو متواجد على المستوى المحلي، حيث شكلت لجنة ولائية برئاسة السيد والي الولاية للمتابعة، أيضا لمتابعة موسم الحرث والبذر، وكذا لجنة اليقظة لمتابعة كل كبيرة وصغيرة تهم هذه الشعبة، حيث أعطيت إشارة انطلاق موسم الحرث من قبل السيد والي الولاية يوم 1 أكتوبر، اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي. بالنسبة لي كل ما سطر وكل ما خصص لهذا الموسم، كل الظروف هيئت لإنجاحه، خاصة بعد تساقط الأمطار الخير في شهر أكتوبر وقبل يوم أو نهاية الأسبوع الفارط، حيث تفاءل الفلاحون خيرا بأمطار الغيث، ونتمنى المزيد إن شاء الله. بالنسبة لكل ما هو متوفر حاليا بالنسبة للاجتماعات الأسبوعية تقريبا مرتان في الأسبوع لمتابعة كل الموضوع بتفاصيله، ولاية الطرف للأسف ما زالت لم تستقل إداريا لتكون لها تعاونية حبوب وبقول جافة، لكن ما زلنا تابعين إداريا لولاية عنابة، وكل ما هو موفر لحد الساعة في مخزن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية عنابة اللي تزود ولاية الطرف، وقفنا عليه لجنة المتابعة، حيث يتوفر المخزن على 21,000 قنطار من الحبوب بشتى أنواعها، كذلك فيه 30,000 قنطار قيد المعالجة، فيه 8,000 قنطار من القمح اللين فارينا، وكذلك 6,000 قنطار من مادة الشعير، كذلك بالنسبة لمادة الحمص 4,200 قنطار، 5,000 قنطار بالنسبة للعدس، أيضا فيه وفرة في المخزن بالنسبة لشتى أنواع الأسمدة، فيه أكثر من 20,000 قنطار من الأسمدة العميقة وكذلك التغطية في انتظار قدوم الأسمدة الأزوطية. بالنسبة لما أودع من ملفات للاستفادة من قرض الرفيق هو 130 ملف لحد الساعة، حيث نال أكثر من 30 فلاح شيكاتهم ونالوا مستحقاتهم من الأسمدة والبذور. ربما يبدو الرقم قليل لأنه بكل بساطة على غرار باقي الولايات فيه أكثر من 556 فلاح الذين لم يدفعوا منتوجهم
الموسم الفارط، أقصد الذين خصوا بتعويض من قبل السيد رئيس الجمهورية الذين مستهم أضرار الفيضانات للموسم الفلاحي 2022. هؤلاء كل يختلف قضيته عن الآخر. استبشرنا خيرا بأنه السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد أعطى إشارة للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة بتسهيل المأمورية أمام هؤلاء. في انتظار ذلك الغرفة الفلاحية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية تقدم كل التسهيلات لهؤلاء في انتظار أن يرتفع العدد. عملية الحرث تناهز 80% من المساحة المخصصة اللي هي 20,000 هكتار. كذلك عملية الزرع شرع فيها منذ حوالي 3 أسابيع. العملية تسير على أحسن ما يرام. ما نتمناه هو نعم. أن يكون هذا الموسم أحسن من سابقه، لأن الدولة سطرت هدف ألا وهو وصول التأمين الغذائي في غضون هذا الموسم أو الموسم القادم إن كنا من الأحياء إن شاء الله. نعم. نحن ماضون في تجسيد كل الأهداف المسطرة، لن ندخر أي جهد. ومن بين هذه الأهداف لو سمحت فقط، نعم لو سمحت سيدة عبادلية، من بين هذه الأهداف التي تدخل في إطار الدعم ومرافقة الفلاحين في هذه الشعب الاستراتيجية، رفع نسبة المردودية من خلال اتباع الإرشاد الفلاحي، من خلال اتباع المسار التقني الزراعي في بداية موسم الحرث والبذر، كيف تتم مرافقة الفلاحين خاصة الشباب الذين يلجون هذا المجال في إطار توسيع المساحات المزروعة من أجل ضمان موسم ناجح ومن أجل ضمان تحقيق المردودية التي تصبو إليها الجزائر حوالي 60 قنطار في الهكتار الواحد؟ شكرا سيدتي الكريمة. بالنسبة لنا كمهنة وكممثلي مهنة بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية وجميع الهيئات والمديريات ذات الصلة خاصة المعاهد، نعمل على تنظيم لقاءات خرجت ميدانية تحسيسية تكوينية في هذا، تصب كلها في هذا المجال، بغية الرفع من المردود والوصول إلى الأهداف المرجوة. كذلك فيه هذا الموسم ما هو جديد هو عدم منح التراخيص لزراعة هذا النوع من الزراعة في الأماكن المنخفضة التي تركض بها المياه، لأنه من غير المعقول أنه الدولة يكون فيه تبذير للبذور والأسمدة بشتى أنواعها في أماكن لا يتعدى مردودها ما بين 10 و15 قنطار في الهكتار. نحن نأمل لأن ولاية الطارف بها فلاحون ممتهنون في هذه الشعبة، وصل سقف مردودهم هذا الموسم 63 قنطار في الهكتار. نأمل أنه بالتعاون الجميع لن ندخر أي جهد في إيصال المعلومات والتقنيات المطبقة مع تنسيق مع جميع الهيئات لإيصال المعلومات التقنية العصرية لتطبيقها ميدانياً لإخواننا وأبائنا وزملائنا الفلاحين. جيد. سيدة عبادلية، من الشعب أيضا الواعدة التي تراهن عليها ولاية الطارف حيث تحتل الصدارة مقارنة بولايات أخرى، شعبة زراعة الطماطم توقعات بإنشاء بإنتاج حوالي 4.5 مليون قنطار من الطماطم خلال هذا الموسم، كيف هو واقع هذه الشعبة التي يعول عليها ليس محليا فقط وإنما وطنيا بهدف بعث صناعة تحويلية في مجال الطماطم الصناعية سيد عبادلية؟ شكرا أختاه. بالنسبة لشعبة الطماطم الصناعية كما يعلم الجميع ويعلم المشاهد الكريم أن ولاية الطارف ما زالت لحد الساعة ولاية رائدة من حيث الإنتاج، هذا لم يتأتى اعتباطا ولم نصل إليه بالسهل، وإنما هو نتاج العديد من العوامل، مجهودات بذلها الفلاحون، كذلك آليات سخرت، كذلك مرافقة دائمة من تحسيس وتكوين وتزويد
بالعصرنة، لأن ولاية الطارف في هذا المجال أصبح التحكم عن بعد في مثلا في السقي بالتقطير بجميع أنواعه في جميع المزروعات. حتى لا نكون من النكرين، بالنسبة لولاية الطارف تعتبر من الولايات المحظوظة خاصة في منح تراخيص حفر الآبار. نذكر على سبيل الذكر الحصر بالنسبة لسنة 2024، أي السنة الحالية قبل انقضائها، حوالي أكثر من 500 طلب منحت منها 145 ترخيص، هي شغالة لحد الساعة. ممكن أغلب الذين لم يمنحوا تراخيص هم تقع أراضيهم في المحيط المسقي لسد بونا موسى الذي من المزمع أن يسقي 16000 هكتار، لكن مع تقادم واهتراء قنواته لأنها أنشئت في سبعينيات القرن الماضي، وقد خصص له مبلغ كأولي ب 30 مليار، لكن نأمل أنه يكون لهذا السد أو المحيط المسقي يكون له اللفتة من وزارة الموارد المائية لكي يعطي الدور الذي أنشئ من أجله. قلت ما تبقى من 500 هم جلهم تقع أراضيهم في هذه المنطقة، دائرة بن مهيدي، دائرة البسباس، وبلدية شبيطة مختار. مشكور السيد ولي الولاية ومديرية الموارد المائية، فيه إرسالية رسمية من خلال مجلس إدارة الذي انعقد في بحر الشهر الماضي، أين كانت فيه إرسالية إلى وزارة الموارد المائية لتخصيص رخصة استثنائية لأصحاب المغروسات خاصة الحمضيات الأشجار المثمرة والعنب لكي يكون لهم إنقاذ مواسمهم أو أشجارهم، وإذا كانت فيه وفرة المياه ممكن يستغنوا عن هذه الآبار، علما أنه ولاية الطارف في غضون سنة 2025 بعد إنجاز محطة التحلية وكذلك سد بخروفة ستكون في أريحية من أمرها مع منح التراخيص هذه بالمحافظة على المائدة وعدم تخريبها. نظن أنه ولاية الطارف ستكون قطب مائي مروي بامتياز إن شاء الله. طيب، دائما مع الاستثمار في المجال الفلاحي، كيف تقوم الغرفة الفلاحية لولاية الطارف بالمساهمة في ربط علاقات بين الفلاحين والمستثمرين؟ نتحدث دائما عن الصناعة التحويلية وإنشاء مصانع في هذا المجال بإشراك الشباب المستثمر في بعث الشعب الفلاحية الصناعية الواعدة. شكرا سيدتي، سأكمل الجزء الثاني من سؤالك ما قبل هذا، ألا وهو الطماطم الصناعية في ولاية الطارف. بالنسبة لي قلت من بين المكونات والمؤهلات أن ولاية الطارف تتربع على 11 وحدة تحويل، منها 7 حيز الخدمة و4 متوقفة للعديد من الأسباب، بقدرة تحويلية تناهز 11000 طن يوميا. كذلك تطبيق المسار التقني بنسبة 100%، كذلك بالنسبة لاستعمال البذور الهجينة كذلك بنسبة 100%. نتمنى أن يكون لنا بإنشاء بنك البذور التفاتة إلى شعبة الطماطم الصناعية وإنتاج محلي للبذور وعدم استيرادها، لأنه كما يعلم الجميع نستوردها حاليا بنسبة 100%. نتمنى إن شاء الله أنه تكون التفاتة حقيقية لهذه الشعبة الاستراتيجية واسعة الاستهلاك. ما أنجز الموسم الفلاحي 2023-2024 ومن خلال تنظيم الطبعة الخامسة للعيد الوطني للطماطم وحضور أجنبي لهذه الطبعة، وما لوحظ من قبل السيد رئيس الغرفة الوطنية والسيد الوالي وكل السلطات التي حضرت والأسرة الإعلامية، أنه فيه طفرة ووثبة في هذه الشعبة، فيه فائض من الإنتاج. نتمنى إن شاء الله أنه من وصايتنا أنه تنظر بعين الاعتبار لهذا الفائض لكي يتوجه للتصدير ونترك الفلاحين يعملون في أريحية.
ناهيك عن التقليل من بعض المشاغل التي تؤرق الفلاحين على غرار المخالصة في ربع دينار إلى غير ذلك من الأمور. طيب، إلى الآن الشعب الفلاحية الأخرى نتحدث عن العصرنة وإدماج البحث العلمي في هذا الإطار، تربية المواشي، المستثمرات النموذجية، إنتاج أيضا النباتات العطرية والزيوت العطرية، تربية النحل، إنتاج العسل، كلها شعب واعدة تستقطب الشباب من أصحاب الأفكار من أجل إنشاء مستثمرات حقيقية. كيف تتم أيضا مرافقتهم ومساعدتهم على تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع؟ شكرا. في هذا المجال سيدتي الكريمة، أن الغرفة الفلاحية لولاية الطارف بالتنسيق مع جميع دائما الهيئات وتحت إشراف سيد ولي الولاية محليا والغرفة الوطنية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية مركزيا، نحن نعمل في هذا الصدد أو نحو هذا المجال. نحن أمضينا العديد من الاتفاقيات سواء مع مديرية التكوين المهني والتمهين أو جامعة شادلي بالجديد في ما يخص البحث العلمي وبغية تطوير وصقل المواهب سواء الفلاحين أو تطوير العديد من الشعب على غرار الطماطم المجففة أو الطماطم ذات الحجم الصغير لطومات سيريز. كذلك نعمل بالتنسيق مع جامعة شادي بن جديد على التوجه نحو عصرنة المواد الطبيعية خاصة ما يستخلص من زيوت وعطور والعديد من الأمور، نعمل في هذا الصدد. بالنسبة للعديد من الشعب الأخرى التي تزخر بها الولاية وتتميز بها على غرار شعبة العنب، شعبة الأشجار المثمرة، شعبة الحمضيات، كذلك تربية النحل وإنتاج العسل، ولاية الطارف تتصدى أو تحتل الرتبة الخامسة في الإحصاءات السابقة، ونتمنى إن شاء الله أنه تتقدم وما عندنا شك في ذلك، لأنه ما تحوزه ولاية الطارف من مكونات بيئية وتضاريس وغابات ومساحات كبيرة من الأشجار المثمرة تجعل منها أن تكون ولاية رائدة في إنتاج العسل وتربية النحل. في هذا المجال الغرفة الفلاحية وتجسيدا للاتفاقية المبرمة مع المعهد الوطني المتخصص في الفلاحة بوحجار، استطعنا منذ السنة الفارطة أي ماي 2023 إلى حد الساعة تكوين زهاء 600 متربص، حيث كان أغلبهم ممن استفادوا من ما تخصصه الدولة من دعم في هذا المجال، أقصد 5300 خلية التي وزعت على مستحقها شهرين قبل الآن، ونستمر في التكوين وعصرنة القطاع بصقل الأفكار و صقل المواهب جيد لمختلف شرائح. جيد سيد ساسي، وفي سؤال أخير فقط، التسويق والترويج الآن لمنتجات الولاية خاصة من الأشجار المثمرة داخل الوطن، وهل من تجارب أيضا للتصدير من خلال دعم الفلاحين المصدرين؟ شكرا. بالنسبة للإشهار والتشهير للمنتوج المحلي، المنتوج المحلي يعرف رواج في العديد من الزراعات على غرار فاكهة الرمان. رمان سيدي جميل كما هو معلوم يلقى رواجا كبيرا لدى المستهلك الطرفي أو في شرق البلاد، كذلك في داخله وحتى في الوسط. كان نفس الشيء بالنسبة للحمضيات اللي في قبل سنتين والسنة الماضية صدر إلى خارج الوطن بأعداد وكميات قليلة، لكن نتمنى إن شاء الله أن ولاية الطارف تحظى بنقطة تبادل كما هو موجود في العديد من ولاية الوطن، تبادل حر أولا كإجراء أولي للتسويق للمنتوج المحلي، في تجربة ثانية في الصالون الدولي للفلاحة بالاستثمار والفلاحة بولاية عنابة الشهر الماضي، كان فيه جناح الغرفة الفلاحية لولاية الطارف
تلقى اتصالات من العديد من الدول المجاورة لاقتناء العديد من المنتوجات على غرار رومان سيدي جميل، الزيتون، زيت الزيتون، كذلك العسل، كذلك الفول السوداني، كاكاوات القالة معروفة على المستوى المحلي على المستوى الوطني، وخرجت حتى دولين أين شاركت الولاية بهذا النوع من الزراعة. نحن نعمل بالتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع لتجسيد الأهداف المسطرة من قبل الدولة، ولنا الذخيرة أي جهد في هذا. طيب، وتبقى دائما المرافقة والدعم من أهم سبل تقوية القطاع الفلاحي في كل ولايات الوطن. كلمة ختامية سيد عبادلية. كلمة ختامية، أشكركم على الدعوة أولا، ثانيا نيابة عن كل الفلاحين والمربين باختصار فقط، نتمنى إن شاء الله أنه هذا الموسم يكون أحسن من سابقه. نتمنى رفع العراقيل، وكل التباشير الخير تدل على ذلك. أكتفي معك بهذا القدر. تمام الثالثة الآن بتوقيت الجزائر. السيد ساسي عبادلية رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الطارف، كنت معي من المحطة الجهوية لولاية قسنطينة عبر هذه النافذة المباشرة. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، تحول بكم الآن مباشرة إلى استوديو والأخبار. آخر المستجدات الوطنية والدولية يقدمها لكم بدر الدين عباسي. مساء الخير بدر الدين. شكرا جزيلا فايزة باشي، أهلا بكم مشاهدينا، نلتقي بعد الجينيريك. موجز الثالث، أهلا بكم. بداية، صادق اليوم أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2025. المصادقة تمت خلال جلسة علنية ترأسها صالح جوجيل رئيس المجلس بحضور وزير المالية العزيز فايد وأعضاء من الحكومة. وعقب المصادقة على نص القانون، أكد رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل أن القانون يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة ويضع التدابير التي تضمن النهوض الاقتصادية في ظل تقلبات السوق الدولية، وذلك ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الأخيرة ودعمها بالأخص فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى. وحقيقة القراءة تاع القانون نلمس فيه كل التزامات رئيس الجمهورية السابقة والمستقبلية، وهذه الانطلاقة للمرحلة الثانية لإعطاء الجزائر المكانة لا من ناحية سياسية ولا من ناحية اقتصادية أن تكون رائدة. هذه المرحلة اللي رانا فيها مرحلة عندها كل معنى. لما نقرأ قانون المالية حاليا وكل الإجراءات اللي اتخذ والدولة الاجتماعية المحققة من خلال هذا، واش نفهم؟ هذا هو الشعار نتاع اول نوفمبر، من الشعب والى الشعب، يعني نراه من خلال الممارسه نتاعنا اليوميه ومن خلال كل ما يصدر من قرارات في كل ميادين اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه. هذا تخلينا على كل حال فخورين. أشرف اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على مراسم إطلاق مشاريع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة بولاية تبسة وبوادي الكبريت بولاية سوقهراس، كما عاين موقع إنجاز مشروع مصنع تخصيب الفوسفات، وكذا إطلاق الأشغال التحضيرية لإنجاز مشروع مركب التحويل الكيميائي وإنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية بوادي الكبريت. ويأتي المشروع ليعزز مكانة الجزائر والتي تعد من بين العشرة الأوائل عالمياً من حيث احتياطي الفوسفات على غرار منجم بلاد الحدبة والمقدرة ب 1200 مليون طن. إلى قطاع السكن، حيث قام وزير القطاع محمد طارق بالعريبي اليوم بزيارة تفقدية إلى مشروع مقر وزارة السكن الجديد، وهذا بحضور مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز. الوزير وبعد معاينته لمختلف الأجنحة والمكاتب داخل المقر وتفقده لوتيرة أشغال التهيئة الخارجية، أمر بالعمل بالوتيرة نفسها لاستكمال المشروع في الآجال المحددة.
في الحدث الثقافي وبعد 10 أيام من التنوع والزخم في العناوين والإصدارات، تختتم اليوم بقصر المعارض بالصنوبرية البحري فعالية الطبعة 27 للصالون الدولي للكتاب، وذلك تحت شعار نقرأ لننتصر، والذي يعد فضاء يلتقي فيه الناشرون والكتاب من مختلف الدول لمد جسور التقارب وتعزيز التبادل الثقافي. هذا وعرفت تظاهرة طيلة أيام المعرض توافدا كبيرا للجمهور الذي أقبل على الإصدارات التاريخية بصفة خاصة لتزامن الطبعة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. التظاهرات شهدت مشاركة أزيد من 1000 دار نشر من 40 بلدا من بينهم قطر ضيف شرف الطبعة. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، خرج آلاف المتظاهرين اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة بوقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب. المظاهرات نظمت بالتنسيق مع تنسيقية البوليزاريو بالإضافة إلى جمعيات الجالية الصحراوية وأصدقاء الشعب الصحراوي في مختلف العواصم الأوروبية. في فلسطين المحتلة، أحصت مصادر طبية استشهاد 34 فلسطينيا في قصف جوي ومدفعي على مناطق عدة من قطاع غزة، بينهم 3 ارتقوا فجر اليوم في قصف على محيط مسجد ببيت لاهيا شمالي القطاع، إضافة إلى 3 آخرين استشهدوا قبل ذلك في قصف على منزل بذات البلدة. وفي مدينة غزة، ارتقى 6 شهداء في غارات شنها الاحتلال على حي الشيخ رضوان، بينما ارتقى شاهدان بحي الزيتون و4 آخرون في استهداف مواطنين بحي الكرامة، في حين استشهد مدنيان في قصف على مفترق الأمن العام وآخران عند مفترق بهلول غربي المدينة. وفي خان يونس، ارتقى 7 شهداء في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة المواصي. في أخبار الرياضة، أجرى عناصر وتشكيلة الوطنية لكرة القدم أمس حصة تدريبية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. الميران التدريبي عرف حضور جميع اللاعبين استعدادا لمباراة الجولة 6 والأخيرة من تصفية كأس أمم إفريقيا 2025 أمام منتخب ليبيريا، والتي سيحتضنها ملعب المجاهد حسين أيت أحمد بتيزي وزو غدا بداية من الساعة 5 مساء. كرويا دائما، تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة 9 لبطولة المحترف الأول بإجراء 3 مباريات. وفي البرنامج، نجم مقرى يستقبل ترجي بوستغانم، في حين اتحاد بسكرة يواجه فريق أولمبي شلف، فيما ستنزل شبيبة الثورة ضيفة على اتحاد العاصمة. بدنا إلى ختام هذا الموجز الإخباري، العودة إلى زميلة فايزة باشي وتتمت برنامج الظهيرة إليك. وهو كذلك بدر الدين عباسي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، متواصلون دائما معكم الساعة 2 من برنامج الظهيرة مباشرة عبر نافذة مباشرة إلى ولاية بشار. قطاع الموارد المائية مشاريع محلية بأبعاد وطنية بولاية بشار، ضمان تزويد الساكنة بالمياه الشروب، تلبية حاجيات القطاعين الفلاحي والصناعي في إطار استراتيجية تطوير قطاع الموارد المائية. الواقع والآفاق مع ضيفي من ولاية بشار. سعيدة جدا باستقبال مدير الموارد المائية لولاية بشار السيد علال خديم، الذي يلتحق بنا من المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري لولاية بشار. سيد خديم، مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء الخير سيدتي الكريمة، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة. شكرا جزيلا لك على قبول دعوة تلفزيون الجزائري. إذن سيد خديم، نتحدث عن قطاع الموارد المائية، هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يهم المواطن بالدرجة الأولى. بداية، ضعني في صورة أهم المشاريع المندرجة تحت قطاع الموارد المائية بولاية بشار. شكرا سيدتي الكريمة على هذه الالتفاتة الطيبة لولاية بشار، وخاصة في مجال الري والموارد المائية، والتي عرفت إنجازات كبيرة، أقول كبيرة، وذلك لأنها
تصب في مجال توفير وتحسين النمط المعيشي لساكنة بشار، خاصة بعد سنوات الجفاف التي تسببت في جفاف سد جرف التربة، حيث بادرت الدولة الجزائرية إلى إنجاز أولا تحويل بوسير بشار بطاقة إنتاج 30,000 متر مكعب دخل الخدمة في جويلية 2022 مباشرة مع جفاف سد جرف التربة، وكذلك إنجاز تحويل حاسي منونات من أجل تزويد دائرة العباضلة ببلديتها الثلاث العباضلة مشرع حواري بومدين، وكذلك عرق فراج من أجل تحسين هذه الخدمة العمومية وتوفير هذه المادة الحيوية. كذلك هناك إنجازات كثيرة بحفر أبار داخل محيط ولاية بلدية بشار، وذلك من أجل رفع إنتاج هذه المادة. بالنسبة لهذه الوضعية التي تم القضاء عليها أو القضاء على ندرة المياه مباشرة بعد جفاف جرف التربة، وهنا نتحدث سيد خديم لو سمحت علينا سبحانه لو وتعالى سمحت سيد خديم نتحدث عن التساقطات المطرية الأخيرة المعتبرة بولاية بشار، كيف كان لها الأثر على السدود هناك، وهل سجلتم نسبة امتلاء معتبرة في خزانات المياه؟ سيدتي الكريمة، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله علينا بها، وذلك بهذه التساقطات المطرية التي أدت إلى امتلاء الكامل لسد جرف التربة مع فائض من المياه بلغ أكثر من مليار متر مكعب عبر واد قير وواد الساورة، حيث كانت بشارة خير أولا من أجل تزويد ساكنة بلدية بشار والقنادسة والعبادلة بالمياه الصالحة للشرب، وكذلك بالنسبة للمجال الفلاحي خاصة وأن سهل العبادلة كان يئن تحت وطأة العطش، ولقد سقاه الله سبحانه وتعالى وحباه بهذه المادة. بالنسبة للحقول المائية كذلك استعادت حيويتها بامتلائها وكذلك تزويدها عن طريق هذه الفيضانات، ورغم ما خلفته من خسائر في مدينة بشار خاصة في جانب التطهير، لكن الدولة الجزائرية سارعت مباشرة إلى اتخاذ الإجراءات وإطلاق إنجازات من أجل تجديد هذه الشبكات وتصليحها. جيد، من أهم المشاريع في هذا القطاع بولاية بشار نظام تحويل المياه الجوفية من حقل تجميع المياه بالجطران نحو بلدية بشار، إلى أين وصل هذا المشروع سيد خديم؟ سيدتي الكريمة، بالنسبة لهذا المشروع الهيكلي والهام جدا والذي سوف يزود مدينة بشار العباد للقناتسة بأكثر من 80,000 متر مكعب يومي، وكذلك منطقة التوميات المنطقة الصناعية الجديدة المتعلقة بغار جبيلات. هذا المشروع الذي يتكون من 26 نقب وثلاث محطات وشبكات تجميع تفوق 130 كيلومتر وشبكات جر حديدية تفوق 177 كيلو متر من منطقة القطراني إلى منطقة بشار، مع إنجاز خزان مائي إضافي سعته 20,000 متر مكعب. هذا المشروع الذي هو في الرتوشات الأخيرة، لأن الدولة الجزائرية سخرت كل الإمكانيات وسخرت كل الوسائل من أجل الإنجاز والتسليم في الآجال، والتي هي في خلال نهاية سنة 2024
كأقصى تقدير للإشارة أننا بدأنا في التجارب من تجارب الضخ، وستنطلق فعليا غدا إن شاء الله أي يوم الأحد بإذن الله من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الحيوي، والذي استقبلته كذلك مديرية الري تحت إشراف السيد والي الولاية والسيد وزير الري الذي زار الولاية وزار المشروع أكثر من 5 مرات لأهميته بإنجاز 4 خزانات 25,000 متر مكعب لكل واحد منهما، أي بطاقة استيعاب 100,000 متر مكعب، بالإضافة إلى الانطلاق في إنجاز خزان مائي كذلك 25,000 متر مكعب. قام السيد الوزير في زيارته الأخيرة بوضع حجر الأساس لهذا المشروع، وبالتالي فسيكون التأمين التام والشامل لمدينة بشار القنادسة ودائرة العبادلة بهذه المادة الحيوية. معايير الإنجاز السيدي هو مشروع ضخم يوفر المياه الشروب للمنطقة برمتها، مرتبط أيضا بالمشروع العملاق الذي تعتمد عليه الجزائر، مشروع غارة جبيلات. مشاريع أو عن معايير الإنجاز، ما هي المعايير المعتمدة في إطار طبعا توظيف الخبرة الجزائرية في المشاركة في إنجاز هذه المشاريع العملاقة والكبرى؟ الأكيد سيدتي بالنسبة لهذا المشروع أنه جزائري 100%، إمكانات جزائرية، شركات جزائرية، إطارات جزائرية، وبتقنية عالية أكد عليها السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير في كل خرجاته، حيث أن هذا المشروع سيكون تحول كبير بالنسبة لولاية بشار من الناحية من ناحية الخدمة العمومية، وكذلك من ناحية الصناعة. بالإضافة إلى هذا المشروع سيدتي الكريمة، هناك مشروع قد تم استلامه وهو محطة التصفية التي طاقة إنتاجها تصل إلى 56,000 متر مكعب يومي. انطلقنا في الإجراءات من أجل تحويل هذه المياه المصفات كذلك إلى منطقة التوميات، المنطقة الصناعية المتعلقة بغار جبيلات، والتي ستسلم خلال النصف الأول لسنة 2025 من أجل توفير المياه وإعادة استعمال هذه المياه في المجال الصناعي. توفير المياه الصالحة للشرب والقضاء نهائيا على أزمة تذبذب المياه، إذن يمكن أن نترقب ذلك مع حلول السنة المقبلة سيد خديم؟ بالنسبة للتذبذب قضينا عليه مباشرة بعد التساقطات المطرية، حيث أعدنا استغلال المياه سد جرف التربة. استسمحك سيد علال، سأعود نعم سيد علال سنعود لاستكمال هذه الفكرة بعد قليل، ابقوا معي. الآن مشاهدينا يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر لمدينة الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن، فلننصت لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مشاهدينا إلى ولاية بشار إلى مدير الموارد المائية لولاية بشار السيد علال خديم لمواصلة الحديث حول واقع القطاع بولاية بشار. سيد علال، كنا نتحدث عن مؤشرات القضاء على أزمة التذبذب بالمياه التي تلوح في نهاية 2024 بالنظر لإطلاق مشاريع كبرى في قطاع الموارد المائية، تفضل لمواصلة الفكرة. شكرا سيدتي. بالنسبة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، قضينا على التذبذبات مباشرة بعد تساقط الأمطار الأخيرة في سبتمبر 2024. هذه الأمطار التي سمحت لنا باستغلال سد جرف التربة مرة ثانية من أجل تزويد ساكنة بشار والقناتسة بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تحويل القطراني والأبار التي كانت تعمل من أجل توفير هذه المادة، خاصة بالنسبة لتحويل مغل وكذلك تحويل منونات. وبالتالي الآن لا توجد لدينا مشاكل بالنسبة للمياه الصالحة للشرب. وبالإضافة إلى هذا المشروع الحيوي والهيكلي الذي سوف يقضي على هذه الظاهرة نهائيا انطلاقا من يوم تشغيله، لأن كل الإمكانيات متوفرة بالخزانات المائية وكذلك الشبكات التي جددت بنسبة 60%، تبقى 40% نحن بصدد تجديدها داخل النسيج العمراني لمدينة بشار من أجل أريحية تامة لساكنة بشار. طيب، بالنسبة الآن لتزويد القطاع الفلاحي بمياه الري والسقية، كيف يتم التكفل باحتياجات هذا القطاع؟ بعد الزيارة الأخيرة للسيد وزير الري، أمرنا بتخصيص كمية معتبرة للسقي الفلاحي خاصة لسهل العبادلة، فاجتمعت اللجنة المكلفة بهذا الملف وتم مراسلة وزارة الري من أجل تخصيص 18 مليون متر مكعب ابتداء من شهر أكتوبر إلى شهر أفريل،
وستزود بعد ذلك بكمية إضافية من أجل الإنتاج الفلاحي، خاصة بعد دخول تحويل القطراني للخدمة سوف يكون سد جرف التربة ويوجه مباشرة إلى المهمة الأساسية التي وجد من أجلها وهو الري الفلاحي. بالإضافة إلى ذلك مع تصاعد منسوب الحقول المائية، والمديرية تعمل دائما على توفير الرخص للفلاحين الذين يرغبون في ذلك من أجل حفر الأبار لتزويد بساتينهم، وكذلك في مجال حفر الآبار سيد علال، هل من مرافقة ودعم للفلاحين في حفر الآبار الارتوازية خاصة؟ بالنسبة لوزارة الري ومديرية الري يتعلق الدعم بالتعجيل في إصدار الرخص من أجل مباشرة الحفر، أما بالنسبة للدعم المادي فتتكفل به وزارة الفلاحة ومديرية المصالح الفلاحية بالولاية. جيد، هذا بالنسبة للقطاع الفلاحي. بالنسبة للقطاع الصناعي الآن أكيد أن هذه المشاريع الكبرى وعلى رأسها تحويل مياه القطراني أيضا ستلقي بظلالها على تزويد القطاع الصناعي بحاجياته من المياه. شكرا سيدتي. بالنسبة للمنطقة الصناعية بالتوميات المتعلقة بمصانع الحديد لغار جبيلات، الدولة الجزائرية انطلقت مسبقا في إنجاز أولا 10 آبار بمنطقة التوميات. الأشغال تتراوح ما بين 75% إلى 85%، مع إنجاز خزانين مائيين وكذلك شبكة تجميع للمياه بالنسبة لهذه الآبار، بالإضافة إلى التحويل على مسافة 63 كيلومتر من محطة التصفية لإعادة استعمال مياه محطة التصفية ببشار من أجل الغرض الصناعي، بالإضافة إلى تحويل القطراني والذي سوف يزود المنطقة بكمية معتبرة من أجل سد حاجيات هذه المنطقة الصناعية التي تعلق عليها الدولة أملا كبيرا، والمواطن البشاري يستبشر بها خيرا، خاصة وأنها ستصبح مدينة أو ولاية بشار سيصبح قطبا صناعيا في المستقبل. جيد، نعود الآن إلى تزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب دائما عن الآفاق المستقبلية. في هذا الإطار التكفل بكل انشغالات المواطن، تفادي التذبذبات، معالجة التسربات والإصغاء أيضا لانشغالات المواطن. سيدي. سيدتي الكريمة، بدخول مشروع القطراني، تحويل القطراني للخدمة، سوف نقضي نهائيا على كل التذبذبات. للإشارة أن الولاية ما عدا مدينة بشار ومدينة القنادسة ودائرة العبادلة التي كانت تعاني من التذبذبات، أما باقي الولاية فهي في أريحية. يتم التفكير كذلك من أجل مد شبكات جر المياه إلى دائرة تغيث من أجل تأمينها تماما. البطاقات التقنية أنجزت وأعدت من أجل المصادقة عليها في وزارة المالية. ما عدا ذلك فالوتيرة متسارعة من أجل أولا إنجاز الخزانات المائية لاستيعاب الكميات، وكذلك تجديد الشبكات من أجل القضاء على التسربات. الولاية في إطار البرنامج الضمان والتضامن أعطت أموال كبيرة للقطاع من أجل القضاء على هذه النقاط
السوداء التي من شأنها أن تهدر هذه المادة الحيوية. الأشغال جارية وستستمر حتى القضاء على أي تسرب لهذه المادة الحيوية. جيد. السيد خديم علال مدير الموارد المائية لولاية بشار، شكرا جزيلا لكم، وضعتنا في صورة تطور مشاريع قطاع الموارد المائية بولاية بشار. كنت معي على المباشر من المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري لولاية بشار، والشكر موصول أيضا لزملائنا من هناك على ضمان هذه النافذة المباشرة. الآن شكرا لكم سيدي. الآن مشاهدينا إلى أروقة الصالون الدولي للكتاب السويعات الأخيرة من هذا الحدث الذي يختتم اليوم إطلالة على المجريات مع مريم عبد الرحمن التي تطلعنا على أجواء آخر يوم من معرض الكتاب الدولي. مريم. نعم مساء الخير. إذن اليوم اختتام الطبعة 27 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، وتحت شعار الذي كان شعاره نقرأ لننتصر، وكان ضيف شرف هذه الطبعة هي دولة قطر الشقيقة، ولهذا أسعد باستضافة السيد إبراهيم المهندس مشرف بجناح قطر. إذن مرحبا بكم سيدي. إذن سيدي، هو اليوم الأخير لصالون الدولي للجزائر، كيف كان انطباعكم؟ السلام عليكم. إبراهيم المهندي مشرف في وزارة الثقافة في جناح قطر. طبعا قطر ضيف شرف في دورة صالون الجزائر في دورة 27. ما شاء الله، هو مو باليوم الأخير، أنا أعتبره اليوم الأول. ما شاء الله الجمهور من اليوم الأول لليوم الأخير، ما شاء الله، والإقبال كبير، وهذا دل على الثقافة، ثقافة الشعب الجزائري. وطبعا والشعب ما شاء الله الزوار دائما يحبون الثقافة ويتقربون من الثقافة القطرية، وعندهم كثير من الأسئلة عن الثقافة القطرية وانطباع الإصدارات، إصدارات الوزارة. وما شاء الله الجمهور لحد أنا أتوقع لين آخر دقيقة في المعرض، والجمهور بيكون ازدحام كثير، والحمد لله يعني الأمور مرت، وإن شاء الله تكون المشاركة مش النهائية، إن شاء الله في الدورات الجاية نكون بعد مشاركين ونشوف هالجمهور الطيب. هذا أول مشاركة لنا طبعا، وإن شاء الله وأول زيارة طبعا، وإن شاء الله ما تكون آخر زيارة ولا آخر مشاركة إن شاء الله للجزائر. شكرا، مرحبا بكم سيدي. إذا هذه انطباعات جناح قطر باعتبارها ضيف شرف هنا بالصالون الدولي للكتاب. إذا عودة إليكم. مريم بن عبد الرحمن من الصالون الدولي للكتاب من قصر المعارض، شكرا جزيلا لك. إلى ملفنا الأخير الآن في عدد اليوم، الشباب والتكفل بانشغالاتهم من خلال برامج واعدة ومشاريع قطاعية تلبي حاجيات الشباب في مختلف مناطق الوطن. الأنموذج اليوم من ولاية عين دفلة، قطاع الشباب والرياضة، مشاريع كبرى وبرنامج ولائي طموح لاحتواء تطلعات الشباب، مسابقات وبطولات محلية ووطنية. نتعرف على التفاصيل مع ضيفي في البلاتو. سعيدة جدا مشاهدينا باسمكم جميعا بالترحيب بمدير الشباب والرياضة لولاية عين دفلة السيد المدني زبيش. سيد زبيش، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا الأخت فايزة، تحية عطرة مسائية نزفها لك ولجميع مشاهدي تلفزيون الجزائري من داخل وخارج الوطن. أهلا بك مجددا. إذا كما قلت، قطاع الشباب والرياضة مشاريع واعدة بهدف تلبية احتياجات الشباب واحتواء أيضا انشغالاتهم بولاية عين دفلة، ما هي أهم هذه المشاريع؟ قبل ما نطرق لأهم المشاريع اللي تتميز بها ولاية عين دفلة، قطاع الشباب والرياضة في ولاية عين دفلة، نعرجوا يعني بصفة
وجيزة لهيكلة قطاع شباب الرياضة بالولاية. أول نقطة نطرق لها هي التعداد البشري للقطاع اللي يضم أزيد من 1341 موظف وعامل بالقطاع من مختلف الأسلاك والرتب، وهنا نقطة يعني اللي نقف عندها لما تعبر منه عن مجهودات يعني السلطات العليا للبلاد من خلال إدماج أصحاب الشهادات حاملي الشهادات. هذه النقطة يعني اللي فتحت فرصة للشباب باش يتحصلوا على مناصب عمل دائمة. نمر للتجهيز المنشآتي للقطاع عبر إقليم الولاية، نشوفوا المنشآت الشبانية عبر إقليم الولاية اللي تعبر عن 123 منشأة شبانية، من بينها 41 منشأة قطاعية من دور شباب إلى قاعات متعددة النشاطات إلى مركبات رياضية جوارية، إضافة إلى منشآت رياضية اللي راهي تشمل حوالي 26 منشأة رياضية قطاعية وحوالي 44 منشأة غير قطاعية. دونك هذه كحوصلة لقطاع شباب الرياضة عبر إقليم ولاية عين دفلة. لما نطرقوا كمحور يعني للتجهيزات والاستثمارات، هنا القطاع الشباب والرياضة ولا إن صح القول المصالح التقنية لقطاع الشباب والرياضة بولاية عين دفلة تشرف على تسيير وعلى متابعة 36 عملية استثمارية اللي راح تدعم بها الحظيرة المنشآتية لقطاع الشباب والرياضة. أهم هذه العمليات هنا نعود نصنف العمليات هذه، وإن كاين 11 عملية اللي تم تسجيلها قبل نهاية سنة 2022 قبل 31/12/2022، عندنا 6 عمليات اللي تم تسجيلها في برنامج 2023، عندنا 12 عملية اللي تم تسجيلها برنامج 2024. هذه عمليات يعني كاملة عمليات قطاعية اللي سجلتها يعني وزارة الشباب والرياضة، المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة على صحة السيد وزير الشباب والرياضة اللي يعني دعم يعني الحظيرة المنشآتية بمنشآت نوعية. لما نهضروا على برنامج 2024 تم منح يعني عمليات لدراسات لمنشآت اللي راح يعني تكون قيمة مضافة إن شاء الله مستقبلا للحظيرة المنشآتية، تتمثل في قاعات متخصصة للرياضة خاصة لما نشوفوا التوزيع تاعها عبر إقليم الولاية وين مست جميع مناطق أغلب مناطق الولاية. وهنا دعني أسألك لو سمحت سيد زبيش عن كيفية إدراج هذه المشاريع من ناحية موقع هذه المشاريع، وأيضا من ناحية ما يحتاجه الشباب تلبية دائما لانشغالات الشباب. هو تسجيل هذه العمليات يكون بصفة مدروسة وفقا لمعايير متفق عليها مسبقا، كنقولوا معايير متفق عليها مسبقا على حسب يعني على حساب نوع المنشأة الشبانية الرياضية ونوع الاختصاص الرائج يعني في المنطقة اللي يتم تسجيل فيها المنشأة الرياضية ولا الشبانية، إضافة إلى معايير أخرى نطرقوا لها يعني في أعداد أخرى. دونك هنا البرنامج تاع سنة 2024 شمل يعني ثمان دراسات اللي انطلقت جلها انطلقت تحضيرا لعمليات الإنجاز، أبرزها يعني فيها ملعب مضمار لألعاب القوى واللي تتميز به ولاية عين دفلة، هذا الاختصاص الرياضي يعني الأولمبي يتميز به ولايتنا. فيه يعني تسجيل دراسة لإنجاز مسبح أولمبي بعين دفلة عاصمة الولاية أيضا. فيه إنجاز قاعات متخصصة في الرياضة على مستوى بلدية بربوش على مستوى بلدية تشتا. فيه إنجاز قاعدة دراسة لإنجاز قاعدة مائية على مستوى سد عريب ببلدية عريب. هذا التنوع يعني هذه ابرز العمليات اللي تم تسجيلها. دونك هذا التنوع يعني في المنشآت اللي راح يكون صدر يلبي حاجيات شباب المنطقة. لما نتكلموا على البرنامج سنة 2023 هنا كان يعني اغلب العمليات كانت يعني عملية إعادة تهيئة وإعادة ترميم للحظيرة المنشآتية اللي راهي متواجدة حاليا على مستوى إقليم الولاية، وهذا لإعادة يعني
رد الاعتبار لها المنشآت اللي يعني نقدر نقولوا تقدمت قليلا. هنا وين كانت في أبها حلة يعني أغلب العمليات تم يعني تسليمها ولا انتهاء الأشغال منها في الأجل في الأجل المحددة، وين يعني بالذكرى يعني السبعينية تم يعني تسجيل وضع حيز الخدمة للعديد من المنشآت اللي استفادت من إعادة الاعتبار. أبرز هذه المنشآت هو المركب الرياضي الجواري لبلدية برج الأمير خالد، إضافة للمركب الرياضي الجواري لكل من بلدية عريب، جليدة، جندل، إضافة إلى بعض المنشآت الأخرى مثل يعني المسبح شبه أولمبي بمدينة 5 مليانة اللي استفاد أيضا من عملية يعني إعادة الاعتبار، إضافة إلى القاعة المتعددة الرياضات لبلدية عين دفلة، إضافة إلى باقي يعني المشاريع اللي راح تسلم في الأيام القليلة القادمة. لما نطرقوا إلى 11 العملية اللي تم تسجيلها قبل نهاية سنة 2022، نطرقوا إلى أهم العمليات اللي تم تسجيلها، وهنا يعني نفتح قوس فيما يخص العمليات اللي تم رفع التجميد عنها، اللي الحمد لله يعني عرفت انطلاقة جل هذه المشاريع اللي ما زالت تستدير راهي قيد التسوية بالتنسيق مع مصالح التقنية للولاية. أهم المشاريع هذه نذكرها في عجلة، عندنا ملعب المتعدد الرياضات 10,000 مقعد بعاصمة الولاية عين دفلة. هذا الملعب اللي راح يكون ان شاء الله اضافه نوعيه لقطاع الشباب والرياضه، 10,000 مقعد خاصه لما يلعبه يعني موقع ولايه عين دفله، موقع استراتيجي. صحيح. هي تتوسط عدد من الولايات وعلى مقربه من العاصمه. نعم. دونك راح تكون ان شاء الله مستقبلا فيه يعني استراتيجيه لاستقطاب الاحداث ولا التظاهرات الرياضيه، ان صح القول التظاهرات الرياضيه الكبرى. نتحدث عن اجل التنفيذ سيد الاجل هنا يعني الملف هو يعني قيد التحضير في الـ في الـ في الـ كما نقولوا في الروتيشات النهائيه للملف. كاين مشروع اخر وعمليه اخرى اللي مهمه، وين هنا نطرقوا الملعب متعدد الرياضات اخر بسعه 5400 مقعد بشرق الولايه بمدينه جندل. هذا اللي راح ينطلق ان شاء الله يعني في الاسابيع القليله القادمه ان شاء الله، وين الملف تاعو تم تسويه الملف الاداري والتقني بالتنسيق مع المصالح المختصه. فيه هذه عمليه مجمده كما سبق وذكر، تم رفع التجميد عندها كما سبق وذكرتها. كاين مشروع انجاز بيت شباب 50 سرير بمدينه 5 مليانة، وهذا المشروع اللي تم الانطلاق في الاشغال تاعو بحر هذا السنه الجاريه، اين يعني نشوفوا يعني وتيره الاشغال يعني راهي جد حسنه، وهذا لهدف يعني تسليم المشروع في الاجل المحدده. جي. اضافه الى القاعه المتعدده الرياضات بسعه 500 مقعد بمدينه العطاف غرب الولايه، وهذه القاعه اللي راح تكون قيمه مضافه للقطاع في هذه المنطقه بالذات، لما تلعبه من دور هام في تطوير الاختصاصات سواء الفرديه ولا الجماعيه. كاين فيه يعني سيتم انطلاق دراسه قبل الانشغال، راح تكون دراسه بمدينه مليانه لانجاز مسبح رياضي جواري بمدينه مليانه. دونك فيها توت ميلونج دانفراستركتير على مستوى، وهي تتنوع وتتوزع على كل اقليم الولايه. هذه اهم يعني المشاريع القطاعيه. نعرجوا النقطه يعني في عجله، يعني هنا المشاريع القطاعيه اللي تم تسجيلها من مصالح الوزاره المركزيه على راس السيد وزير الشباب والرياضه. هنا نطرقوا لنقطه هامه واللي لازم نطرقوا لها، اللي هي المشاريع اللي راهي تعرفها عرفها قطاع الشباب والرياضه، واللي راهي مبرمجه حتى من ميزانيه الولايه. وهذا يعني فيما يخص يعني هذه المشاريع ابرزها يعني مؤخرا بمناسبه السبعينيه تم اطلاق اشغال القاعه المتخصصه بالعباديه بسعه 800 مقعد. هذه اللي راح تكون يعني راح تكون مكسب لابناء المنطقه ومكسب لقطاع الشباب والرياضه بالمنطقه، اضافه الى تسجيل عمليه لاعاده الاعتبار
وعلى إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية، أرضية ملعب 5 مليانة، نعم. عفوا، على شكلة ملعب 5 جويلية، نعم. راح يكون بالعشب الطبيعي، دونك راح تكون بالعشب الطبيعي. هذه من أحدثك عن جزئية النوعية في هذه المشاريع التي تتوزع عبر طول إقليم الولاية، نوعية الإنجاز باحترام المعايير الدولية وأيضا معايير العصرنة والتطوير، بما أننا نتحدث عن شريحة الشباب. هي هذه المشاريع اللي ذكرتها، يعني المشاريع الأخيرة تم تسجيلها على من ميزانية الولاية على غرار باقي المشاريع اللي يستفاد منها القطاع. دونك في بما انه يعني تم تسجيلها على ميزانية الولاية، نوجه تحية شكر يعني السيد والي الولاية اللي مد يعني عناية خاصة، يعني إن صح القول عناية خاصة لقطاع الشباب والرياضة لما يكتسيه من أهمية. اما فيما يخص المعايير اللي راه ننتهجوها كقطاع، الحاجه الاولى اللي رانا نصدر نحرص عليها هي الاجال انجاز المشاريع كوهلة اولى. اما فيما يخص المعايير راه يتم ضبطها قبل الانطلاق الفعلي، في مرحلة الدراسات قبل الانطلاق الفعلي في عملية الإنجاز، وهذا مراعاة يعني لجميع الشروط ولا المعايير الدولية المعمول بها في مجال، يعني على حسب طبيعة المنشأة. كاين منشآت اللي تخصص لاستقبال منافسات حتى يعني وطنية ولا حتى دولية، كاين منشآت اللي تكون مخصصة لاستقبال تدريبات ولا تحضيرات الفرق والنوادي والجمعيات المحلية طبعا بولاية عين دفلة. الحديث عن قطاع الشباب والرياضة، الحديث عن الهياكل في شقه الأول التي تزود بها هذا القطاع، هياكل قاعدية، هياكل مهمة تهم كل الرياضات، وفي المقابل هناك أيضا برنامج ولائي طموح من أجل دائما احتواء ما يحتاجه الشاب بولاية عين دفلة نزولا عند متطلبات شريحة الشباب، وذلك في إطار برنامج طموح. ما هو هذا البرنامج؟ على ماذا يرتكز سيد زبيش؟ فيما يخص البرنامج الرياضي، هنا برنامج النشاطات اللي يعده قطاع الشباب الرياضة، هنا نعاود ننوه لقطاع الشباب الرياضة ولما يكتسيه من أهمية بالغة. الأهمية تاعو تكمن في الفئة المستهدفة لقطاعنا، هي فئة الشباب. هنا لما نشوفوا يعني تركيبة البشرية لولاية عين دفلة اللي أصبحت ولاية مليونية، نشوفوا فئة الشباب المستهدفة لقطاعنا تفوق 500,000، يعني 500,000 شاب وشابة. كنا نتحدث على فئة الشباب، نهضروا على لا ترونش داج من 6 سنوات إلى 35 سنة. دونك فوق 35 سنة راهم يعتبروا دخلوا في الكهول. دونك هنا يعني هذه الفئة الهامة هي الشيء اللي خلات يعني تمد أهمية بالغة لهذا القطاع. القطاع الشباب الرياضة قطاع يمارس النشاط تاعو على مستوى المنشآت الرياضية والمنشآت الشبانية، يمارس النشاط تاعو على مستوى الأحياء، يمارس النشاط تاعو على مستوى الغابات، على مستوى شواطئ البحار، على مستوى يعني الصحاري. دونك قطاع يعني متنوع، وقطاع يعني صدير رائد في العمل التوعوي، في العمل التحسيسي، في العمل الجواري، التقرب من الشباب وقت في معالجة يعني في معالجة مشاكل الشباب. هذه الاستراتيجية المبنية عليها يعني قطاعنا، وهذه يعني الهدف الرئيسي منها هو تسيير وقت فراغ الشاب. لما نشوفوا شبابنا يعني في الفترة الصباحية يكونوا متوجهين يعني لمقاعد الدراسة ولا أماكن العمل، في الفترة المسائية دونك يكون دور تاع قطاع الشباب الرياضة لاستقطاب بتقديم نشاطات استقطاب شبابنا، نشاطات رياضية ومنافسات نشاطات أيضا رياضية سواء كانت محلية وحتى منافسات وطنية. سيد زبيش، لما نتكلموا على النشاطات الرياضية يعني فيه اختصاصات جديدة راهي صدر تكون اختصاصات جديدة تدخل يعني
إضافة إلى الاختصاصات القادمة في إطار اكتشاف أيضا النخب التي تصغر بها الولاية في مختلف المنافسات أو الاختصاصات. بطبيعة الحال لما نتكلموا على النشاط الشباني، النشاط الشباني هنا راح تكون فيه ميزة إضافية، وين هي احنا الدور تاعنا يعني كشباب ودور تاعنا كمسؤولين هي عصرانة ولا مواكبة العصرانة اللي راهي عند شبابنا الآن. لما نشوفوا النشاط الشباني، نشاط شباني يعني تغير، ما بقاش يعني النشاط اللي كنا نمارسوه احنا يعني في دور الشباب يعني في 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 زماننا احنا. دونك رانا نواكبوا مواكبة ابرز أيضاً. ابرز من بين ابرز النشاطات اللي رانا نحرصوا على واقفين يعني واقفين على يعني توفيرها ولا حتى بعثها في ولاية عين دفلة، نشاط الحساب الذهني ونشاط الروبوتيك ولا الذكاء الاصطناعي، وهذا لما توليه يعني توليه يعني من أهمية بالغة. وآخر يعني آخر في الأيام القليلة القادمة السيد رئيس الجمهورية ونكرم نابغة الجزائر اللي تحصل على المرتبة الأولى عالميا فيما يخص الحساب الذهني، وهذه يعني هذه ما جاتش يعني هكذاك، احنا خصصناها في عين دفلة من صدر بطريقة مدروسة، كون يعني ولاية عين دفلة من الولايات الأولى وطنيا في 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 المستوى التعليمي اللي ما احتلته يعني مؤخرا كانت مراتب رائدة في المستوى التعليمي. دونك كاينه مشتله هنا، وين لازم نعرفوا نستقلوا المواهب تاع شبابنا ولا اطفالنا ولا ابنائنا سواء ذكور او اناث، وذلك تحضيرا للمنافسات كما قلنا سواء المحليه الولائيه او حتى المنافسات الوطنيه. نتوقف عند الالعاب الوطنيه الرياضيه، الى اين وصلت التحضيرات بولايه عين دفله؟ فيما يخص الالعاب الوطنيه الرياضيه، هذه يعني هذه تظاهره وطنيه تشرف عليها وزاره الشباب والرياضه، وين احنا الان رانا في المرحله الجهويه لهذه التظاهره اللي مست يعني 14 اختصاص رياضي برياضات جماعيه ورياضات فرديه. التظاهره هذه تم تصديرها بمناسبه الاحتفال بسبعينيه عيد الاستقلال، عيد اندلاع الثوره المجيده وين هنا هذه التظاهره مست فئتين اقل من 15 سنه واقل من 13 سنه في كلا الجنسين ذكور واناث في مختلف اختصاصات اللي قلت 14 اختصاص فيه منافسه كبيره بين يعني بين الرياضيين. فيه تظاهره اخرى اللي عندها بعد كبير واللي ما تكتسيه من اهميه ايضا، هي تظاهره اللي راح تكون البطوله تمثلت في البطوله الوطنيه المدرسيه. البطوله الوطنيه المدرسيه للرياضات الجماعيه، هذه البطوله مست اربع اختصاصات: كره اليد، كره القدم، كره السله، والكره الطائره. هذه تشرف عليها وزاره التربيه بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه. هنا هذه البطوله راح تمس جميع المؤسسات التربويه بمختلف الاطوار، نهضروا على الطور الابتدائي، الطور المتوسط، والطور الثانوي. دونك هذه التظاهره تم انطلقت هذه التظاهره يعني بحر الاسبوع الفارط، بعد ما تم يعني على مستوى ولايه عين دفله ان اشرف السيد والي الولايه على تنصيب اللجنه الولائيه المشتركه لتسيير هذه البطوله ولا للاشراف على هذه البطوله، اللي ضمت العديد من القطاعات: قطاع التربيه، قطاع الشباب والرياضه، قطاع الحمايه المدنيه، قطاع يعني الصحه، مختلف القطاعات والفاعلين، حتى الاسلاك الامنيه اللي راح تشارك في انجاح هذه التظاهره. هذه التظاهره اللي راح تمر عبر يعني راح تكون عبر مراحل. المرحله الاولى اللي انطلقت التصفيات اكزاكتومون، دونك راح تكون على مستوى المؤسسات، وين يكونوا ابطال المؤسسات اللي رايحين تكون تصفيات على مستوى البلديه، وكل بلديه راح تكون تصفيات على مستواها لاختيار ولا لانتقاء بطل البلديه. بعدين راح نمروا لمرحله الدائره لاختيار يعني بطل الدائره اللي راح يتاهل للمرحله الولائيه، وين هنا تكون يعني انتقاء
احسن ولا نخبه الرياضيين بولايه عين دفله اللي راح يمثلوا ولايه عين دفله على مستوى الجهوي قبلا على المستوى الجهوي. بعدين تكون ان شاء الله راكي تولي لنا المستوى الوطني ان شاء الله دونك ان شاء الله دونك المستوى الوطني البطولة الوطنية المدرسية راح تكون النهائية تاعها بمناسبة عيد الاستقلال 5 جويلية 2025 جيد مع نهاية السنة الدراسية اكزاكتلي جيد. ما هي الكلمة الآن للشباب لشباب ولاية عين دفلة من أجل الانخراط في هذه النشاطات الاستفادة واستغلال أيضا كل المرافق التي يضعها القطاع في خدمتهم في مختلف أيضا التخصصات؟ كلمتنا لشبابنا ولأبنائنا يعني الذكور والإناث نقول لهم يعني المنشآت الشبانية والرياضية هي تصرف شبابنا مع لهم غير التقرب إلى 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 هذه المنشآت للاستفادة يعني من الإمكانيات الموضوعة على مستوى المسخرة على مستوى هذه المنشآت. احنا كقطاع رانا نمارسوا في عمل جواري وين يعني رانا احنا نمشوا لشبابنا يعني ما قعدناش نستناو شبابنا يجي احنا نروحوا لشبابنا. دونك هذه الكلمه اللي نوجهها لشبابنا هي كلمه يعني كبرنا عليها يقول لك العقل السليم في الجسم السليم. جيد. دونك الممارسه الرياضيه والنشاط الرياضي على غرار كل شباب الجزائر التألق والتفوق في كل المنافسات والمسابقات. السيد المدني زبيش مدير الشباب والرياضه لولايه عين دفله شكرا جزيلا لك. نتشرفوا اليوم بحضورنا على مستوى مبنى التلفزيون وعلى مستوى يعني حصه الظاهره بحضورك المميز الأخت فايزة. أشكرك جزيلا وهذا على الحضور. شكرا. ودائما المنبر مفتوح طبعا من أجل الحديث عن مكاسب وإنجازات الجزائر الجديدة في كل الولايات خاصة تسليط الضوء لقطاع الشباب والرياضة بولاية عين دفلة. نشكرك جزيلا. شكرا لك مجددا سيد زبيش. مشاهدينا بالحديث عن شباب الجزائر أختم معكم هذا العدد من برنامج الظهيرة. هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمكم طيلة عمر هذا المباشر. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.